بعد التحايا لكل اللي انضموا لمتابعة صباح الشروق لهذا اليوم السبت، ودائما هي أمنيات بأن يكون صباح موفق لبداية موفقة ليوم سعيد للجميع وأسبوع موفق للجميع. ونبتدر ساعتنا الثانية مع الموجز الأخباري مع أم المعز. مرحبا بك يا أم، صباح الخير. مرحبا زميلة تيسير، صباح النور لك وصباح النور لكل متابعينا ومشاهدينا. مرحبا بك. ودائما نحن نتكلم عن الصباح، عن طقوسه المختلفة. مرتبط الصباح عندك بشنو؟ طبعا يا تيسير، الصباح هو دائما بدينا معاني واحاسيس جميله. يكفي انه الصباح هو بيجدد جوانا طاقه الامل والاشراف والحياه، فما بالك اذا كان هذا الصباح الجديد هو بدايه اسبوع جديد، اكيد حيكون مختلف. صباح سعيد عليك دائما. صباح سعيد عليك كمان. اهلا بك تيسير، تحيه متابعينا، اليكم الموجز. بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ببرقية تهنئة للرئيس النيجيري محمد بخاري بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، جدد فيها حرص السودان الثابت على توطيد روابط الأخوة وتعزيز علاقات التعاون المتميزة بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. عقدت حكومة الولاية الشمالية الاجتماع الثاني للجنة الفنية الخاصة بتقوية النظام الصحي، والذي يأتي برعاية الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية والصحة الاتحادية. وتناول الاجتماع عددا من القضايا، من بينها ضرورة تطوير النظام الصحي ورفع التغطية بحزم الرعاية الصحية الأساسية وتقوية نظم المعلومات والإمداد الطبي، إلى جانب قضايا متعلقة بتطوير القطاع الصحي بالولاية الشمالية. عقدت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور اجتماعها الدوري الذي ناقش مخرجات اجتماع لجنة الأمن بمحلية بلال لتنفيذ خطط الموسم الزراعي. كما تطرق الاجتماع إلى مشروع المراقبة الإلكترونية الذي طرحته اللجنة منذ 5 أشهر، والذي يهدف لإنفاذ مشروع المدن الآمنة الذي تتبناه حكومة الولاية. نجحت السلطات الطبية بولاية جنوب دارفور من إجراء عملية ولادة لأربعة توائم بمستشفى إكسير الفرح بمدينة نيالا. وأبدت السيدة عائشة محمد الحبيب والدة التوائم الأربعة، أبدت سعادتها بهم وبالعناية التي حظيت بها، مؤكدة أنها في حالة صحية جيدة. كما تقدم والد التوائم جمعة الطاهر بالشكر لحكومة الولاية والصحفيين والإعلاميين الذين شاركوهم فرحتهم بحي الخرطوم بالليل بنيالا. أما عائشة، وألف مبروك، جعلهم الله من أبناء الوطن الصالحين. انتهى الموجز، عودة إليك تيسير. شكرا يا أمل. ودائما هو هذا التنوع الموجود في السودان والحريصين أنه يكون موجود في كل مساحاتنا الصباحية، هو السودان بهذا التنوع الذي يشكل ذات السوداني، وهذه الأبواب المفتوحة صباحا على كل مساحاتنا السودانية. نافذة الصباح على الدلنج، وبلدنا حلوة.